على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي ونائبه الزبيدي يلتقون بعدد من ملوك ووزراء خارجية عدد من الدول. هيئة رئاسة الانتقال تشيد بزيارة الزبيدي للولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الجمعية الوطنية يناقش مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات آليات التعاون تجاه القضايا المرتبطة بحياة المواطنين. توقيع اتفاقية تمويل وتوريد احتياجات مؤسسة حضرموت للتوحد وجمعية الطموح للمعاقات. والخارجية السعودية تصدر بياناً بشأن نتائج المفاوضات الأخيرة مع وفد صنعاء.